صباح الخير حبايبي، صباح النور عليكم. النهارده معانا حلقه جميله جدا وفقره حلوه قوي. معانا طلبه وطالبات من مدرسه السراج المنير، مدرسه نشيطه جدا بتستخدم اساليب حديثه انها تطور التعليم وتخلي الاولاد بيستمتعوا اصلا، ما يبقوش قاعدين كده متضايقين وهم بيتعلموا، وبتعمل حاجات تفاعليه كتير جدا هتشوفوها وتتفرجوا عليها النهارده معانا، وهتنبسطوا في مسابقه جميله جدا من مدرسه السراج المنير. صباح الخير يا اولاد. صباح النور. طيب هنبتدي النهارده نتعرف على اصحابنا واصدقائنا. نبتدي، يلا بينا. كل واحد هيدي المايك لصاحبه. اتفضل، اسمك؟ يلا اسمك محمد. ايه؟ محمد. عندك كام سنه يا محمد؟ 7. سنه كام؟ اولى. اولى. يلا ادي صديقك. يلا ها. اسمي ادم. ادم عندك كام سنه يا ادم؟ 6. ها في جونيور كام؟ برايمري 1. برافو. اسمك؟ اياد محمد. ها عندك كام سنه يا اياد؟ 6.5. لازم النص؟ ماشي 6.5. سنه كام يا مودي؟ اولى ابتدائي. اولى. يلا دي صديقتنا. ها ده الفريق الاصفر. تسنيم. طبعا اسمك ايه؟ تسنيم. علي صوتك يا تسنيم. عندك كام سنه يا تسيمو؟ 7. 7 برافو عليهم. سنه كام؟ اولى. اولى برضو. يلا بينا. اسمي سلمى. سلمى سنه كام يا سلمى؟ في برايمري 1. يعني عندك 7 ولا 6؟ 7. 7 ماشي. دي صديقتنا. اسمك ايه؟ بتول. بتول جميل قوي الاسم يا بتول. انت عندك كام سنه؟ عندي 6.5. ونص برضو، نحط النص على النص يبقى 7 عشان نكمل، ما ينفعش نصص. ماشي. سنه كام؟ برايمري 1. برافو. يلا ها اسمك؟ قلت للكاميرا. ريتال هشام. ايه؟ ريتال هشام. ريتال سنه كام يا ريتو؟ برايمري 2. ماشي. عندك يعني كده ايه، 8 ولا 9؟ 8.5. 7. بجد؟ طيب. ملك. ملك عندك كام سنه يا ملوكي؟ 7. سنه كام؟ برايمري 1. برافو علينا. ممكن المايك؟ اشكرك. هنتعرف على الفريق الاخضر. ها يلا بينا، يلا بينا. ها اسمك؟ نور هاني. نور هاني عندك كام سنه يا نور؟ 7.5. لازم الهاف. تمام. سنه كام؟ برايمري 2. برايمري 2. هايا. هايا عندك كام سنه هايا؟ 7. 7 سنه كام؟ برايمري 1. هانا. هانا كام سنه؟ 7. 7 سنه كام؟ برايمري 1. 1 احنا عندنا 1 و 2. يلا اسمك ايه؟ ملك. ملك تعالي يا ملوكي كده بصي شويه للكاميرا كده عشان اصحابك يشوفوكي. عندك كام سنه يا ملك؟ 7. 7 سنه كام؟ برايمري 1. 1 يس. ادي صوتك هنا. اسمك؟ رقيه السادات. ازيك يا رقيه؟ الحمد لله. عندك كام سنة؟ عندي 8.5. ونص ماشي. سنة كام؟ سنة تالتة. تالتة انت الكبيرة بتاعتنا يعني؟ انت كبيرة في الليلة دي؟ ماشي. دي صديقتنا. ها اسمك ايه؟ زيت. ايه؟ زيت. زيت الله. ايوه جميل حلو قوي زيت دوت. عندك كام سنة يا زوزو؟ 6. 6 تمام. بصي للكاميرا يا زوزو، بصي للكاميرا. سنة كام؟ سنة كام؟ برايمر. ايوه برايمر ايه؟ برايمري 1. 1 طيب تمام. ندي صديقتنا. ها نبص للكاميرا. اسمك رودميلا. اسمك ايه؟ رودميلا. رودميلا. عندك كام سنه يا رورو؟ 6. 6 سنه كام؟ برايمري 1. 1 يلا ندي صديقتنا. اسمك ليان. ليان كام سنه يا ليلو؟ 8. 8 برايمري 2. 2 برافو علينا. طيب دلوقتي احنا عندنا هنبتدي المسابقات. عندي فريقين، الفريق الاخضر وعندي فريق الاصفر، وهنبتدي المسابقه وهتستمتعوا معانا. يلا بينا نبدا المسابقه. عندنا اول سؤال في التربيه الدينيه. الفريق الاخضر الطالبه نور هاني. ماشي؟ ماشي يا نور. ما اسم الكتاب الذي انزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ها عندنا فيه ثلاث حاجات. ادي انه كتاب القرآن الكريم. مين اللي أنزل على سيدنا محمد؟ القرآن الكريم. برافو. دلوقتي معانا نقطة للفريق الأخضر. السؤال الثاني للفريق الأصفر. محمد، سؤال لمحمد.
من هو النبي الذي أنزل عليه القرآن الكريم؟ عندنا دلوقتي 3 أنبياء. وتفضل المايك يا محمد، اتفضل عشان تجاوب. سوري، خلوها خلوها يا ولاد، خلوها يا ولاد. عندنا دلوقتي 3 أنبياء. مين النبي اللي أنزل عليه القرآن الكريم؟ سيدنا محمد. برافو علينا. ممكن نوريها الكاميرا؟ مين يا ولاد النبي اللي أنزل عليه القرآن الكريم؟ سيدنا محمد. برافو علينا. ونقطة للفريق الأصفر ونقطة للفريق الأخضر، وتعادل. تمام، يلا بينا نكمل. سؤال للفريق الأخضر. هيا يلا هيا، دلوقتي معانا الكرة. تمام، كل فريق هيمسك الكرة بتاعته. ممكن يا لولو تجيب الكرة دي بفضلك؟ أيوة، كل فريق هيمسك الكرة بتاعته. تمام، المفروض السؤال هيبقى هنا عند آدم. آدم ممكن، فين آدم؟ ادي له الكرة آدم. تمام، دلوقتي كل واحد مننا مع الفريق مع كرة فيها الألوان بتاعت الكرة الأرضية. طيب دلوقتي السؤال لهيا أسامة، اللون الأزرق في الكرة الأرضية بيرمز لإيه يا هيا؟ للأنهار والبحار. برافو علينا، للأنهار والإيه؟ والبحار. برافو علينا. كده معانا دلوقتي نقطة كمان. بقى الفريق الأخضر كام نقطة؟ 2. ورينا الفريق الأصفر، ها شجعوا. اللون الأخضر يا آدم بيرمز للون إيه؟ الزرع والشجر. الزرع والشجر، برافو علينا برافو علينا. يبقى اللون الأزرق بيرمز للبحار والمحيطات، واللون الأخضر للزرع والإيه؟ والشجر. برافو علينا. يلا هنا، يلا هنونة، اللون البني بيرمز لإيه يا نونة؟ الجبل. للجبال. برافو، الجبال والمرتفعات والحاجات العالية، صح كده؟ اوعي توعي بس ان عند الجبل، ماشي؟ طيب اياد، يلا اياد، اللون الاصفر بيرمز لايه يا يويو؟ للرمال والصحر. اه للرمال والصحر، برافو علينا. ايه ده؟ انتوا الاثنين كسبانين. طب اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه دلوقتي؟ طيب 3-3، ماشي، برافو علينا. طيب هنيجي للسؤال الثاني. دلوقتي عندي يا اولاد هيبقى الفريق الاخضر ملك عمرو ورقيه. تمام، دلوقتي في كلمات، تعال هنا، في كلمات للفريق الاخضر هنكون منها جمل، مش مهم نسيبوها يا ولاد، هنكون منها ايه؟ جملتين. اتفقنا؟ يلا الفريق الاخضر يشتغل، وهنا الفريق الاصفر هيكون جملتين. يلا تسنيم شريف وسلمى، تسنيم وسلمى هيكونوا في الفريق الاصفر. تسنيم وسلمى، فين سلمى؟ فين سلمى؟ تسنيم وسلمى، يلا. وهنا ملك ورقية، ملك ورقية، ملك ورقية اللي عليهم الدور يا ولاد. فين ملك ورقية؟ بالراحة بالراحة على مهلكم، احنا نشيل الكور دي. اه ايه ده، الفريقين خلصوا. ايوه برافو، الاخضر خلص بسرعة، برافو علينا. طب ممكن نقراها؟ انا احب امي. الجملة التانية؟ أنا أحب الاستكشاف. لا الجملة الثانية. أحب الاستكشاف. عليا تحب الاستكشاف، برافو علينا. والفريق الأخضر كده في نقطة يا شباب، كسب نقطة زيادة. تمام؟ أو واحدة زيادة. طب دلوقتي هنلعب لعبة المدود. طبعا كلنا عارفين عندنا كم مد؟ 3 مدود، مد الألف ومد الياء ومد الواو. دلوقتي الفريقين بتوعنا هيبقى معانا في الأخضر زاد ومين تاني وليان؟ أو تمام ورود ملا. هم الفريق الاخضر هيبتدوا دلوقتي، هناخد هنطلع الكور من الباسكت ونحط كل كوره في المد بتاعها، باسكت مد الالف مد الياء مد الواو، وهيبتدي الفريق الاصفر البتول والريتال وملك. يلا بينا ابتدوا يا شباب، بسرعه 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 بسرعه. بسرعة بسرعة، فريق أصفر بسرعة، فريق أصفر عوضوا عوضوا الخسارة. الفريق الأصفر الحمد لله في تعادل، كنت زعلانة عشانكم والله، في تعادل دلوقتي كده. احنا هنا 4 نقط وهنا 4 ايه نقط، برافو علينا، انتوا شاطرين جدا يا ولاد. ايه ده، دلوقتي هناخد فاصل عشان نكمل بقية فقراتنا ومسابقتنا، ورجعنا لكم ونكمل بقيه مسابقتنا. دلوقتي معانا ميس سوزان، اهلا بيك يا ميس. اهلا بحضرتك، وحضرتك دلوقتي هتبتدي تعملي المسابقه نمبر 2. اوكي احنا عندنا دلوقتي هنبتدي الانجليش كومبيتيشن. اوكي ليتس ستارت، ار يو ريدي؟ اوكي نحط المايك شويه. اوكي ناو وي هاف تو باسكتس از يو سي. اوكي وان اوف ذيس
is for vegetables, okay? And the other one is for fruits, okay? Now we have the yellow group. Yellow, okay? Green. And the green group. The yellow group should put four, okay? The yellow group should put four vegetables in this basket, okay? And the green, four fruits, okay? And the green group should put four vegetables in this basket, okay? Start. Let's start. 3, 2, 1, start. Okay, start. Finished. Four. Okay, yeah. Four. Okay, now with the green, just one point for the green, the green group, and I hope to get 1 point, okay? Okay. Okay. Thank you. Okay. The second question. Okay, ندخل على الماث. الماث. Okay. الحاجة بتاعت الماث. طيب ممكن نسألهم سؤال كده. ممكن. طيب تمام اوكي. دلوقتي بس ادوات الماث ممكن معلش تجيبوا لنا ادوات الماث. استأذنكم. تمام. ايوه تمام. انا شايفه نظام المدرسه بصراحه يعني حاجه مبهجه جدا يعني. احنا هنا بنتعامل اصلا معظمه بيبقى نظام ترفيهي، بنحاول ان هي نعلمهم بطريقه تكون فان شويه. ايوه طبعا. يحصلوا على النوليدج وبعدين ما يبقاش ليرنينج. لا ايوه طبعا شوية. لان كنت لسه اقول يعني الولاد دول اطفال في سن اصلا لازم يلعبوا، ففكره توظيف التعليم في اللعب ده ممتع جدا. فان شوية. ايوه طبعا طبعا. هنبتدي في الماث. حتى احنا معلمينهم حتى في المدرسه ماث از fun. Yes. تمام. ايه ده بيتزا. لايك بيتزا. يس. ده تاكلوا بيتزا معانا ولا ايه؟ هناكلوها دي ولا نعملوا ايه؟ هناكلوها. طيب ما نخلص ناكلوها. اتفقنا؟ اوكي. نقرب المايك. اوكي. عندنا دلوقتي هنبتدي بالكاتربيلر. تمام. اوكي. The second example we have is the caterpillar. اوكي. Okay, we use it to arrange the numbers ascending. We use the numbers A ascending, okay? And descending order, okay? Basically, we have, we need higher, same, okay? Higher. Higher, same, and descending, okay. With caterpillar, please, okay. The two groups. Okay. Hannah? Tamim? Okay, descending. Start, arrange descending. Descending. تمام. Okay. Start here the numbers. أيوة. Here the numbers. تمام. Okay. Arrange descending. Descending. Start. تسنين. تمام. يلا. بسرعة بسرعة بسرعة. برافو برافو برافو. Help our friend. Yes. برافو. ها. برافو. يلا الفريق الاخضر. Help your friend. الفريق الاصفر. Finish. Okay. The winner is the green group. نيوان. Yes. الجرين دايما متقدم. Okay. عين. خلصنا هي. Yes. تمام. Okay. Okay. بعد كده عندنا البيتزا. Okay. البيتزا. يلا نروح البيتزا. Okay. Okay. يلا. Okay يا ولد. We have the pizza. Yeah, now. البيتزا. هتاكلوا البيتزا معانا دلوقتي؟ هتاكلوها؟ طب تعالوا عشان كده تعالوا كده كده. ها. نبتدي معاهم؟ اوكي. تمام اوكي. ناخد الميكروفون. اوكي. عاوزك تمسكوا لي. ماشي. عايزين الجيرلز دلوقتي هنبتدي. اوكي. We should start with the fractions. Here we have thirds as you see. Girls. As you see. Here. Come on. طب ممكن اشرح لهم؟ ايوه تمام. اتفضلي. Okay. تفضلي. I just want you to put that word to put the quarter and the half and the third. Okay. 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 Here, girls, start here. Where is the half and where is the quarter and where is the third? Yes. Yes. Help your friend. Yes. 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 Start. Start. Yes. 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 Half. Half. Yes. Here. Yes. 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 Okay. 1 point to the yellow group. Yes, 1 point to the yellow group. برافو okay. علينا برافو okay. علينا برافو علينا. تمام. دلوقتي احنا خلصنا فقره المسابقات وهناخد فاصل بقى عشان ناخد فقره ايه؟ ها؟ الفنيات واللعب بقى وهنرسم وحاجات حلوه تاني. ناخد فاصل ونرجع لكم تاني.
ورجعنا لكم مع الفقرة الفنية. هنشوف أصحابي الصغيرين هيعملوا فقرة فنية ومسابقة فنية. يلا الفريق الأخضر يبتدي والفريق الأصفر يلا ها نبتدي نبتدي بسرعة. أول ما الموسيقى تقف هنبطل. أوكي اتفقنا؟ يلا نبتدي بسرعة. يلا وروني بسرعة. شاطرين 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 شاطرين. يلا يلا برافو. ايوه ايوه بس انتوا هنا اربعه حرام يعني مظلومين كده الفريق الاخضر. بسرعه بسرعه الفريق الاخضر يلا يلا بسرعه بسرعه بسرعه. برافو برافو برافو. خلاص خلصنا خلصنا يا ولاد خلاص. برافو علينا. نرفع مقل الكاميرا نوريهم عملنا ايه. نرفع يلا خلاص خلاص يا ولاد خلصنا. يعني نوريهم كده وري اصحابنا اللي بيتفرجوا علينا احنا عملنا ايه. المفروض برواز حلو كده زي ده جميل. تمام برافو علينا شاطرين برافو علينا. دلوقتي هنبتدي بقى اصحابنا اللي فازوا هنوزع الهدايا عليهم. وبصراحه انبسطت معاكم جدا. يلا بينا عشان ناخد الهدايا. تعالوا يلا اقفوا جنبي عشان ناخد الهدايا. يلا بينا نبتدي نوزع الهدايا. يلا اصدقائنا الباقيين يدخلوا. تعالوا نقفوا جنبي اقفوا جنبي كده. تعالوا نقف جنبنا بالراحه يلا بينا. يلا يا ولاد يلا يا ولاد تعالوا. الجرين يقف هنا يلا بالراحه. واليلو يقف هنا. حاضر نقفوا زي ما كنا واقفين. نقفوا زي ما كنا واقفين عشان الكاميرا واصحابنا يشوفونا. نقفوا هنا زي ما كنا واقفين عشان اصحابنا اصحابنا يشوفونا. ها تعالوا بقى نبصوا كده. تعالوا نبصوا كده يلا عشان ناخد الهدايا. الميس يلا هتوزع علينا الهدايا وانا هاخد هديه زيكم. اشمعنى انا بقى؟ يلا اتفضلوا يا ولاد يلا ميس نساعدك. اتفضلوا ها ها اتفضلوا ها نلعبوا بعد كده. يلا بصوا للكاميرا ارجعوا لورا ارجعوا لورا نرجعوا لورا. اتفضلي ايوه ايوه مش مشكله مش بس انا أيوة. بصوا للكاميرا يلا بصوا. هيا يا بنات اتفضلوا اتفضلوا يلا اشكرك الله. شفتوا بقى هديتي انا؟ تعالي لولو عشان اوري اصحابي هديتي. بصوا بقى انا اشكركم اشكر مدرسه السراج المنير. شكرا جدا اشكركم. الله يوسف انت اللي عامل دي. اشكرك يا يوسف برافو اشكرك دي جميله جدا. يلا يا ولاد ناخد باقي الهدايا. هاتي اساعدك اساعدك. الله جميله يا يويو. اتفضلوا مين ما اخدش يا ولاد. يلا بينا يلا. المخرج عايز واحده. يلا هينا يلا اهو يا قلبي. مين تاني ما اخدش يا ولاد؟ اتفضل يا رورو. الله حاضر اهو. حد تاني ما اخدش اهو. يا سوسو انت مش بتقولي ليه؟ مين؟ ها في حد يا ولاد ما اخدش؟ ها كله اخد؟ لا اخدوا. يلا تعالوا نقولوا باي باي بقى لاصحابنا اللي في البيت. باي 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 باي.